يا مريم كسر عليها الباب وهي منهارة من العياط وقفل عليها ومش عايزة تكمل مع جوزها، وهتسيب البيت علشان بيخونها وهو اتجنن عليها من الخوف. مريم مش عايزة تكمل مع أشرف جوزها، تفتكروا إيه اللي حصل؟ وليه هتسيب البيت وتروح لأهلها؟ وهل فعلاً جوزها بيخونها مع واحدة تانية؟ كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده. قفلت الباب عليها ومنهارة من العياط وهتسيب عش الزوجية، وقررت ما تكملش مع جوزها وتخرجوا بره حياتها تماما وترجع لحياة السنجل. كلامنا هنا عن الفيديو الأخير لمريم وأشرف اللي قلب السوشيال ميديا واللي قررت فيه ترد كرامتها منه بعد ما جرحها قدام الناس كلها مع واحدة تانية. عملت ميك اب لنفسها وكحل باهت من كتر العياط والطرحة مش مظبوطة، واستنته يجي البيت عشان تنفذ فيه المقلب، وده كله عشان اتأخر عليها وقعد مع أصحابه لحد الفجر وسابها لوحدها في البيت. قفلت على نفسها الباب واستنته يفتح الباب وانهارت من العياط والصويت وطلبت منه ما يكلمهاش ولا يقرب منها. وبعد اكتر من ربع ساعه صويت وعياط قالت له السبب انه بيخونها وشافته مع واحده وانه كذاب وبيضحك عليها، وهو حس ان في حاجه غلط وان في كلام غلط واصل ليها وهيوقع الدنيا في بعضها وهيخسر مريم حب حياتها. ما قدرش يمسك نفسه وفضل يكسر في الباب عشان يفتحه، وهي ما كانتش قادره تمسك نفسها من الضحك وقالت له ما تكسرش الباب، حرام عليك، انت عايز مني ايه؟ سيبني في حالي، مش عايزاك ومش عايزه اشوف وشك تاني، واهلي جايين ياخدوني وهسيب البيت وهمشي معاهم عشان انت خاين. وحلف ان ده ما حصلش وقال لها افتحي الباب، وده من كتر قلقه عليها لانه سايبها في البيت تعبانه فخاف يكون حصل لها حاجه، ما هي برده في الاول وفي الاخر هي الحب وهي اللي قاعده على قلبه مربعه. فضل يخبط على الباب لحد ما خاف يكسره وراحت جريت فتحت ليه الباب وجري وراها، راحت ضحكت في وشه وهو بقى مستغرب ومش فاهم ايه اللي بيحصل ده، وهي تضحك ليه في نفس الوقت شكلها معيط والكحل سايح، لحد ما قالت له انها عامله فيه مقلب عشان بيخرج وبيسيبها للفجر في البيت لوحدها. ده غير الفيديو الاخير اللي جاب فيه بنات في الشقه وخلاها تغير وتطردهم وبهدلتهم كلهم بما فيهم اشرف. وهنا انقسم المتابعين لفريقين، فريق شجعها وقال لها حقك تاخدي حقك منه بعد اللي عمله فيكي، وبالذات انه كمان بيرجع متاخر وبيسيبك لوحدك كل ده، وفي اللي ايدها لان المقلب الاخير بتاع اشرف انه جاب ليها بنات الشقه كان صعب قوي ان واحده تتحمله، فكويس انها خدت حقها. طبعا في اللي انتقدها وخد الموضوع بعيدا عن انه هزار وضحك، فقال لهم ما ينفعش تعملوا في بعض كده وفي الاخر بتقلب بجد وممكن توصل للانفصال. وفي اللي قال كفايه مقالب في بعض وانهم مش عاجبهم المحتوى اللي بقوا بيقدموه، خاصه ان كل فيديوهاتهم بقت مقالب وعياط وصريخ. واللي ما تعرفوش عن مريم واشرف فهم متجوزين عن قصه حب وقعدوا سنين كتير بيحبوا في بعض، وقدروا في وقت قصير يثبتوا نفسهم على ساحه السوشيال ميديا لحد ما عدوا 2 مليون متابع. اشرف ومريم عرفوا بعض عن طريق الصدفه، ويعتبر من السوشيال ميديا برضو لان هو كان مشهور وقتها قبل مريم، والصدفه هي اللي جمعتهم ببعض، ومن ساعه ما عرفوا بعض وهم مقضيينها تحديات ومقالب في بعض. يا ترى عجبك المقلب الاخير اللي مريم عملته باشرف؟ شاركنا في الكومنتس. مريم